يقول: هل يلزم من أراد أن يرد على عالم في مسألة أن يكون عالما مثله، أو يكفي أن يكون ضابطا للمسألة التي يريد الرد عليها؟ الذي ليس عنده علم يكل الرد إلى العلماء، يكل الرد إلى العلماء ويسألهم هل قول هذا العالم خطأ ولا صواب. إذا قالوا خطأ يطلب منهم أن يردوا عليه، ولا يرد عليه هو وعلمه قاصر.